نبدأ مع بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. في موضوع جديد، مش جديد خلاص، انتوا خدتوه قبل كده الحاجات دي، بس في جزء مرتبط. احنا خلصنا الوقت كام محاضرة مع بعض؟ خلصنا حوالي محاضرات كام، 9، دي 10، بس كانت كلها على الانجينيرنج تولرنس. خدنا سلايس تولرنس، شوف، 5 محاضرات او 6 محاضرات. خدنا الجيومتريكال تولرنس محاضرتين، خدنا السيرفس تكشر في محاضرتين. النهارده مش هديكوا المترولوجي بسكول ثريد، الدكتوره فاطمه تديكوا الكلام ده، لكن كل ده انا اهو بجري اهو عشان بس افكرك ان ده المفروض خدته كله مع الدكتوره فاطمه. اهو كل ده انواع الخطا في البيتشي والاخر والاشكال المختلفه والجيومتري بتاعت الثريد وازاي اقيسه وكل ده، واشتغل في المعمل تقيس الديفرنت دايميشن بتاعت الحاجات دي. كل ده خدتوه. امال انا هديك ايه؟ خدت ده، كل ده خدتوه مفروض، او اللي لسه ما خدتوش هتاخدوه خلاص. يعني الاستخدام ال 1 واير وال 2 واير وال 3 واير، الكلام ده كله المفروض خدتوه خلاص. امال انا هديكوا ايه النهارده؟ هديكوا الجزء بقى المهم جدا اللي هو ده، عنوانه ايه؟ اهو ليميتس اند فيتس فور ميتريكس كروس ريت. قلت لك لا يوجد منتج. اوعى تفتكر ان انا اديتك لما كلمتك على السايز تولرنس واديتك اكزامبل عمود وجلبه يبقى هي دي اي بعد لاي منتج عليه تجاوز، سواء كان مسمار الوز، سواء كان ترس، سواء كان بيرنج، سواء كان اي منتج، انت كمهندس تصميم لازم تحط تجاوزات عليه، 3 تجاوزات، سواء سايز تولرنس او الجيومتريكال تولرنس او سيرفيس تكشر. احنا هنتكلم النهارده على اللي السايز تولرنس. ليه؟ للسكرو ثريد. ايه هو اللي بيقول لك مسمار مغلبنا ده كله؟ منتج مهم جدا، لان المسمار زي ما انت عارف او السكرو انواعها كثيره واشكالها كثيره، ومنها المتريك سيستم اللي هو زاويته بتبقى 60، وفي الاشكال المختلفه الانجليزي 55.5 ب 47.5 او السكوير او البطرس او الى اخره من الاشكال. منهم اللي بيستخدم كفاسنر، يعني بربط حاجتين ببعض، ومنهم اللي بيستخدم لنقل الباور، بينقل الباور. وعندك حاجات كتير، سكرو الباور سكرو او الجاكس سكرو جاك، وعندك العمود الجر بتاع المخرطه للعربه، كل دي عباره عن لوالب. طب انا كمهندس هنتج، عايز انتج مسمار معين، يبقى لازم اكون عارف ابعاده وبلغ. طب هل الابعاد بتاعته عليها تجاوزات؟ نعم، واقول لك نعم. يبقى الليميت اللي هناخده النهارده اهو بسرعه عشان احنا ايه تاخرنا قوي. ليميتس اند فيتس فور متريك، يبقى انا اشتغل متريك يعني ايه؟ المسمار اللي زاويته وشكله في وزاويته كمثال، لكن جميع الانواع الاخرى بيطب لها برضو ايزو انترناشونال ستاندرزيشن فور انترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرزيشن، اختصار اللي هي الايزو 3 كلمات دول. طيب المتريك تولرنس سيستم هنطبقه على المسمار. هو المسمار ايه الحاجات اللي هحطها عليه؟ براجع معاك اللي اديته لك الدكتوره فاطمه، قالت لك ان المسمار له 3 اخطار، القطر الكبير اللي هو الميجر دامتر، القطر الصغير المينور دامتر، القطر المهم، شوفوا المهم جدا واهم قطر فيهم اللي هو ايه؟ السيمبل افكتيف دامتر، او بيقول عليه البيتش دامتر او سيمبل افكتيف دامتر، اللي هو القطر اللي عنده بيقسم السنه سمكها قد الفراغ اللي جنبها. وهو في الحاله دي لو انا قلت عليه سيمبل معناه انه ده زي البيزك دايمنشن بتاعت اللي ما كنت بقول عليه البيزك سايد. يعني لو جمعت عندك الميجر دايمتر والمير جمعتهم وقسمت على 2 المفروض يديني السيمبل افكت دايمتر. لكن في الحقيقه السيمبل افكت دايمتر ما بقاش مكان، بيترحل من مكانه. نتيجة ايه؟ نتيجة خطأين اتنين، يا اما خطأ البيتش او خطأ اللي الثريد انجل اللي هي موجودة المحصورة بين التو فلانك. احنا شغالين على المتريك يعني الزاوية دي 60، طالما ان انا شغال على اللي هو المتريك السكور ثريد خلاص. طيب ايه اللي بيحصل للسيمبل؟ في الحالة دي بيقولوا عليه فيرتشوال افكتيف دام، مش عليه سيمبل بقى، افتراض، لانه اتنقل من مكانه، اتنين مكان وقد ايه؟ انت ده اللي هنحط عليه تجاوزات، ده اهم قطر هيتحط عليه تجاوزات هو القطر
بتاع السيمبل افكت ديامتر اللي هو بيبقى فيرتشوال افكت، نتيجة أي خطأ موجود في زاوية بتاعة الألاووس اللي هي الستريت أنجل بتاعتنا اللي هي 60 أو البيتش، الخطأين دول موجودين. الدكتورة فاطمة ادتك ما هو تأثير الخطأ في البيتش والستريت أنجل على على إيه السيمبل افكت ديامتر، وفي الحالة دي بترحل إزاي؟ للمسمار اللي هو الاكسترنال ده بعمل ايه؟ القطر بتاعه بيزيد نتيجه الخطا في البيتش و في الخطا في الخطا في البيتش او الستيت انجل. والدايمتر بتاع الصاموله بيظهر يعني عكس بعض. خلاص انا بقول لك عندك الكلام ده في النظر اللي فات، ارجع له تاني عشان ما تقولش ما حدش قال لي. الدكتوره فاطمه قالت لك وعادت لك وقالت لك اعمل واشتغل انت حر. طيب يبقى انا عندي كام حاجه هنحط عليها التجاوزات اللي هنتكلم عليها دلوقتي. هنتكلم دلوقتي على الاهم قطرين اللي هنتكلم عليهم اللي هو الميجر دايمتر والسمبل فيت دايمتر للاكسترنال فيتشر اللي هو المسمار، وهنتكلم على برضو السمبل فيت دايمتر وعلى المينور دايمتر خد بالك للصاموله. خد بالك الميجر دايمتر للمسمار بتقاس من ايه؟ من الكريست فوق للكريست تحت. المينور دايمتر للصامولة برضو بتقاس من الكريست للكريست، بس في الحالة دي بيبقى مينور لأن الجروف داخلة لجوه. أنا بقول لك مينور بالنسبة للصامولة، بالنسبة للفيميل اللي هي كانت بتمثل لي هناك الهول، هنا في الحالة دي الصامولة مكان الهول هناك، وللثريد لو على اكسترنال يبقى هو يعتبر شاط. أنا قلت لك لما كنت بتكلم على هذا الكلام قلت لك الشفط مش معناها ان لازم يكون حاجه سلندريكال، بس اي حاجه اكسترنال فيتشر بقول عليه شفط. خلاص انترنال فيتشر بقول عليه هو مع بعض بسرعه بقى عشان ما نضيعش وقت، لان دي مش عليها مسائل ولا حاجه، لكن لازم تعرف لانك هتبقى مهندس وهتقابلك الحاجات دي. الميتريك تولرنس سيستم از بيز اون سيستم اوف ليميتس، اهو بيعتمد على لو ضيعنا فيه كم محاضره في الليميتس والفيتس، لان حدود وازواج صامولة هتركب في مسمار عمل ليها فيت في حدود في تجاوز على اذا كان قطر المسمار هحط عليه هيبقى عليه تجاوز وفي تجاوز وفي قصص، بس مش هنضيع فيها وقت لان لو عملنا كده هتاخد محاضرات كتير ومش مش هنخلص السنه دي. يبقى الليمس فيت ده النظام اللي احنا اشتغلنا بيه في سايز تولرنس قبل كده هو بيتطبق على المسمار. الليمس اوف ذا تولرنس اون ذا ميتنج بارتس خلاص توجدها with their allowance خلاص اللي هي الفاندمنتال ديفيجن اهي بتعين لنا نوع الفيت ذا فيت اوف اسمبلي نوعه ايه؟ هل هيبقى ازواج كليرنس ولا ترانزيشن ولا انترفيرنس. خلاص كل ده في النظام ده بالنسبه للصاموله كنا احنا بنتكلم بالظبط على العمود اللي اتكلمنا عليه كده بس ده مسمار وفي له ثريد والى اخره. از كده اور سلندريكال بات اهو but in this standard it is applied to screw thread اللي هو الستاندر اللي هو ايه اللي هو limits الفيت. هنا اهو كنا مطبقها على عمود وجلبه بلين هول عاديه، لا ده مسمار applied to screw threads هول ار equivalent تو internal اهي. يبقى الهول اللي كانت هنا المقصود هنا ايه؟ الصاموله. الشافت اللي هو الاكسترنال ثريد خلاص الالغوز الخارجي. البيزك سايز اتكلمنا على البيزك سايز هو البعد القيس من غير تجاوزات. This is the zero line or surface at assembly where the interface of the two meeting parts have a common reference. Basic اي حاجه في الدنيا لها basic size. يعني لو قلنا ام 20 و1 ونص كده تلاقي النظام المتري بقى يكتب لك ام كابيتال جنبها ويكتب لك القطر 20 وراح عامل لك كده في 1 ونص يعني البيتش 1 ونص الى اخره. هنتكلم عن الكلام ده. فيبقى البيزك لو انا شغال على الميجر يبقى هو البيزك بتاعي قبل التجاوزات وقبل كل حاجه. خلاص يا جماعه لو شغال على الصاموله هنتكلم عليها، بس هيتكلم لك على بدل ما اتكلم على الميجر دايمتر هيتكلم هناك على المينور دايمتر بتاع الصاموله. When used to identify a particular dimension in this standard such as basic measure of diameter refer to the H match. خلاص تولرنس بوزيشن في الحاله دي هيبقى زيرو فاندمنتال ديفيجن ل اتش و اتش نفس الكلام اتش اهي و اتش نفس الكلام اللي هو في النظام اللي قبل كده يعني الاثنين راكبين على الخط اتش لفوق و اتش سمول لتحت. خلاص الابر ديفيجن نفس الكلام
بالنسبة ليه الصامولة سماها ايه؟ ايه كابيتال؟ ادى حروف زي النظام الاولاني خالص. ايه كابيتال اس؟ ده الابر ديفيشن، وللعمود اهي الاي اس، خلاص الابر اللور بدل ما كانت اي اس هتبقى اي اي كابيتال واي اي سمول. ده للانترنال اهي، فور انترنال اللي هي الكابيتال اللي هي كانت هناك للهول، وللعمود اللي هي كان هناك الشافت، وهنا السكروت ثريد الاكسترنال يعني هيبقى اي سمول. خلاص يا جماعه، وكذلك بالنسبه للور ديفيجن هيبقى ارجع كده للنظام الاولاني اللي قلت لك عليه لما كنت بتكلم عن وجلبه، نفس الكلام ونفس الرموز اهي، لان هو نفس النظام الدولي ما اتغيرش. اللور ديفيجن والابر ديفيجن الفاندمنتال ديفيجن اهي نفس الكلام. الاتش بتاعتنا الكابيتال اهي اللي هي بتاعت الهول، الفاندمنتال ديفيجن بتبقى عند الابر ليميت ولا اللور؟ عند اللاج بقى من فوق يبقى عند اللور، عكس العمود العكس او يبقى في الحاله دي العروض الخارجي. خلاص نفس الكلام، احنا ما جبناش حاجه لغايه حاجه من عندنا. الفيتس اهو الازواج، فيتس ار ديتيرمند باي ذا فاندمنتال ديفيجن، خلاص assigned to the mating parts and may be positive او negative، ممكن تبقى positive negative، وكلنا عارفين يعني ايه positive ويعني negative. خلاص لما يبقى في حاله، يبقى في حاله الانترفيرنس اي نوع من بتبقى اللاوس على طول او بتبقى negative. اللي selected fit can be clearance اهو، بيقول لك ممكن يبقى clearance transition نفس الانواع او interference. ما جبناش حاجه جديده عشان كده بقول لك مش هتضيع وقت كبير فيها. تقول سريز ذا فيتس اتوماتيكالي بالرسم بقى زيرو لاين از درون تو ريبريزنت ذا بيزك سايز زي ما كنا بنعمل هناك، بس انا عندي بقى ايه ميجر دايمتر وسمبليفيك دايمتر، كل واحد يتاخد على حده برسمه لوحده. يعني شغال على الميجر او الاوتر دايمتر للمسمار يبقى لوحده البيزك، واشتغل عليه خلاص، شغال على المينور دايمتر للصامولة بيشتغل لوحده، شغال على الاهم حاجه اللي هو البيتش او الفيرتشوال افكتيف دايمتر او السمبل افكتيف دايمتر، يبقى هو اللي هو البيزك يبقى شغال سواء كان للمسمار او للصامولة. خلاص بس انا باخد كل اثنين، يعني هاخد ايه الصامولة مع المسمار، واقسم التولرانزون ديجرام زي ما عملنا هناك في الموضوع بتاعنا الاولاني اللي هو في تجاوزات البعد اللي كانت في الجزء الاولاني خالص. اكسترنال ثريد اهي لاي بلو ذا زيرو لاين، اكسترنال ثريد كلمه بلو، طب ما تحت خط الزيرو لان اتش سمول يا جماعه او اي حرف سمول ايه، وما تفتكرش بقى كام رتبه التجاوز ويقول 28 منطقه التجاوز، لا ده هنا لو حصل تدخل، يعني تدخل ايه؟ حاجه يعني الاتش كابيتال مع الجي مثلا، يبقى حتك يعني اللي هو ترانزيشن على الرسم ايه، لان انا مش هدخل مسمار واجيب ونش يلفهول عشان نركب الصم، ما ينفعش الكلام ده. فعشان كده بتبقى العمليه خفيف خالص، تداخل خفيف خالص. خلاص external thread lie below the line and internal thread lie above it except for interference، ما عدا الانترفيرنس. ليه؟ لان انت اتش مع اتش دي خلاص الاثنين، واحده فوق واحده تحت، اتش كابيتال فوق اتش سمول تحت. طب لو جاب لي الجي او جي بقى اف جي اللي بعد اللي ايه يعني هتبقى قريبه، او اي حاجه على ام مثلا اللي هي بتديني ترانزيشن مع الاتش كابيتال يقول لك في الحاله دي، بس لسه النظام الدولي الله اعلم هيدي لكم الرموز دلوقتي، هو عاملها برموز معينه لان ده حاجه انا ما بتدخلش فيها ولا انت ولا اي حد. خلصنا من الجماعه من الكلام ده اهو، الاكسترنال ثريد لاي بلو خلاص، وما عدا ذيس ميكس ذا فاندمنتال ديفيجن نيجاتيف فور ذا اكسترنال ثريد اهو. وكلمه يعني ايه ذيس ميكس فاندمنتال ديفيجن نيجاتيف فور اكسترنال؟ لو المسمار الرمز بتاعه طلع فوق الخط وجزء تحت الخط، يبقى في الحاله دي على اساس ان هيحصل فيه نوع من الانترفيرنس يبقى نيجاتيف على طول. خلاص الفندق اذا برضه فيجن اس الى اخره الفندمنتال، وهيجي في الرسم هيبين الكلام اللي انا بقوله دلوقتي بالتفصيل المهم. الفندمنتال ديفيجن از بوزيتيف فور انترنال ثريد اللي هي الصاموله اند ايكوال تو اتس لور ديفيجن، راكبه على الخط يبقى الفندمنتال ديفيجن بتاعتها زيرو راكبه على الخط. خلاص نيجي اهو الرسم هيبان بقى، ما خدش بقى مناطق التجاوز، عشان كده قلت لك ما تستعجلش، لان هو النظام الدولي للمسمار والصاموله غير الشافت والعمود اللي كان واخد لهم 28 منطقه تجاوز، لا هنا بقى اللي هي الجلبه صح، هنا الصاموله يعني الصاموله خد
منطقتين اثنين بس، اللي هي المنطقه ده اللي هي دي الجي كابيتال، اي تورس بوزيشن فور سمول الاونس. واقول لك يعني ايه فور سمول فندم، هنا الاتش، طب هنا في الاونس هنا ده راكبه على الخط ده زيرو، ما هو زيرو اهو، اكتب لك الاتش تورس بوزيشن فور نو الاونس، نو الاونس، نو فاندمنتال ديفيجن. هنا حاجه صغيره كده اللي هي الجي اهي، يعني انت عندك ما فيش اساس السوق بيبقى حاجه واحده بس، لا انت عندك هنا ادي اتش كابيتال والجي كابيتال، واصحى معايا بقى ده الفرق بين النظام هناك. طيب كم منطقه تجاوز للصاموله اللي هي كانت مثلا ثلاث، ادي واحده اثنين ثلاثه ويمكن اربعه، لان هي حاطط لك هنا رمزين مع بعض الاي والاف مع بعض اهي، اي او اف الاثنين ورمز هي تاخد اي واف خلاص. تولرنس بوزيشن فور لارج الاونس، كلمه اللارج يعني ايه؟ الخلوص كبير الالاونس، انا قلت لك اهي الالاونس اللي هي بتساوي المينيمم كليرنس، لو خدت دي مع دي يبقى المينيمم كليرنس دي زائد دي، شوف قد ايه اللي هنا دي زائد دي، بالذات اللي هي جميع الازواجات الكليرنس. الالاونس يا جماعه اللي هي المينيمم بناء على الماكسيمم ماتيريال كوتير بتاعك قبل كده، نفس الكلام اللي هو عند الجلب والعمود نفس الكلام، الالاونس اللي هي المينيمم كليرنس اللي هي دي، هنا الالاونس زيرو، هنا الالاونس زيرو، هنا الالاونس اهو، هنا لو انا خدت دي مع دي كبر شويه فمجموع دي زاد مجموع. انا بعيد الكلام ده كاني براجع ليك على اللي فات، يبقى انا عندي بالنسبه للصامولة اللي هي بنعتبرها زي اللي هناك الكابيتال ليترز اتش وجي كابيتال، لو اشتغل مع دي ممكن ياخد ادي نوع ادي اثنين ادي ثلاثة. دي بقى الحاجات اللي هي يعني بيري كلوز بقى اللي صامولة والمسمار جاي زي المسمار والصامولة اللي مثلا في الميكروبيت، الحاجات الدقيقة يعني، يعني بتبقى اهي مفيش اللمس خالص يعني مفيش، عشان ما كبر عايز اللمس اهي صغيرة شوية اهي كبر خد، انا بتكلم على اهي الاتش ومع دي، يبقى انا عندك ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة لأن دول اثنين مع بعض، ولو خد مع دي برضه هياخد ادي واحد اثنين ثلاثة الاف وايه؟ اهي الاف والاي اهي يبقى أربعة خلاص، يعني ممكن أربعة أربعة مع مع الاتش وأربعة مع جي كبيرة، بتكلم على لو أنا ثبت الاتش وخدت وغيرت اخترت من دي أهو تبادل وتوافق، قلت طيب ثبت دي وخدت دي أو دي أو دي ماشي يا جماعة، يعني نظام سهل جدا لأن أنت فهمت اللي فات، فبالنسبة لك هذا الكلام عاد سهل خلاص. الجي تولرنس بوزيشن فور سمول الاونس، هنا الاتش كذا كذا، طبعا ما فيش نو الاونس اهي فور نو الاونس، ما فيش الاونس يعني ايه؟ المينيمم كليرنس زيرو اهي المينيمم اللي هي الاونس نو، ما فيش كلمه هنا انت ما خدتهاش وانا ما راجعتش عليها 100 مره معاك خلاص يا جماعه. نيجي بقى التولرنس بقى، ذا تولرنس از ديفايند باي ا سيريز اوف نيوميريكال جريد، التولرنس جريد يعني زي اللي هناك، اه والله زي اللي هناك، احنا مش كده بنقول هناك كم جريد، كان هناك 18 رتبة، احنا بنسيب تي اي تي 01 و0 تك واحد اي تي 01 واي تي 0، فاحنا بدأنا من اي تي واحد هناك في تجاوزات الابعاد لغاية 18، هنا كام؟ ها؟ هيقول لك عليها هنا تحت موجودة في الجد. يبقى التولرنس جريد هنا واخدة نمبر، اه نمبر ايه؟ 4 5 6 7 8 بس دي ليه؟ لخطر معين هقول لك عليه دلوقتي، وده خطر معين، وده انا عندي اربع اخطار اثنين للصاموله واثنين للايه؟ للمسمار الخارجي، اللي هم اهم حاجتين، اللي اهم بقولها ثاني 20 مره، اهم تو ديامتر للمسمار الاكسترنال فيتشر القطر الميجر ديامتر والسمبل افكت ديامتر، بالنسبه للصاموله بقولها ثاني وبالراحه اهو السمبل افكت ديامتر والمينور مش الميجر المينور 100 مره المينور ديامتر بتاع الصامولة، ربنا يهديكم كده وتخليكم شطار وانتم بهدت خلاص علماء في الكلام ده. نيوميريكال فاليو فور فيريس نومينال سايزز كورسبوندنج تو ذا ستاندرد تولرنس فور ذات جريد، تولرنس جريد عرفنا التولرنس جريد اللي هي الاي تي او التولرنس كلاس هنقول لك عليها دلوقتي، نفس الكلام بس هي النظام مختلف عام بتاع الصامولة والمسمار غير اللي هناك، لكن قريب جدا منه، اللي فهم اللي هناك هيفهم هذا الكلام. اهي التولرنس جريد. This is indicated by a number بقى رقم 6 4 5 بتبدا من 4 اهي لغايه 8
خلاص، وموضح لك الكلام ده في تيبل جاي بعد كده سبعه الكلام ده. بس دي واحد اللي هو اولا دي واحد بدل كابيتال تبع السمول، دي اتنين كابيتال تبع السمول، دي سمول تبع المسمار بالاكسنت وده تبع المسمار. يعني قبل ما نتكلم ولا اي حاجه، فهلك بروفايد ا سيريز اوف تورنس جريد فور ايتش اوف فور سكرو سيبرنت، اربعه مينور دايمتر خلاص ليه للانترنال ثريد للصامول، دي واحد اهو ميجر دايمتر اكسترنال ثريد. لا سوري ده هو عامل على فكره دي واحد ده دي ما كانش يعمل اكسار، خليك معايا بقى عشان تظبط لي دي. المينور دايمتر الانترنال ثريد دي واحد خلاص، لان دي كابتن لازم تكون للصامول، يعني كان المفروض يسيبها على طول كده ان هي بعرف حاجه عامل لك عامل لي 100 علامه و100 بتاع. طيب الميجر دايمتر بقى للايه للمسمار ده لسه قايل لك اهو، المينور تاني اهو المينور دايمتر للصامول الانترنال ثريد دي واحد، يبقى اول حاجه للصامول القطر الصغير. الميجر دايمتر للاكسترنال اهو للمسمار اهو اكسترنال ثريد دي، يبقى ده الميجر ده المينور ده الميجر للمسمار دي اتنين. ده بقى نخش على السمبل اللي هي الصامولة والمسمار الكابيتال دي الصامولة من غير ما اتكلم اي ادي اهو البيتش دايمتر الانترنال ثريد اللي هو دي اتنين، البيتش دايمتر اكسترنال تحت دي اتنين اللي هو للمسمار. هو طبعا كان المفروض يكتب دي واحد ودي اتنين زي ما كتب دي واحد ودي اتنين، هنا عامل لي حتى مش قادر يظبط نفسه ويكتب دي واحد برضه ودي اتنين، معلش بس لازم تكون في حد مش فاهم حاجة. انا بقولها تاني اهو، الأربعة بارامتر اتنين للمسمار الخارجي واتنين للصامولة، هما ايه بقى بالنسبة للصامولة؟ خلاص الدي واحد ده اهي اهي المينور، شوف بتكلم براحتك مينور دايمتر للصامولة خلاص. طب الدي الميجر دايمتر للمسمار الخارجي، طب الدي اتنين السمبل افكتيف دايمتر للصامولة، دي ده السمبل افكتيف دايمتر للمسمار. وانا خلاص خلصت ده تبع ايه؟ ده تبع الايزو، مديك رقم ايه المواصفه 25 على 1 فروم ذيس جيفن اهي منين انا وانسي اللي هي الامريكيه والبريتش البريطانيه البريتش ستاندرد اهي وير سيلكتد فروم ذوس جيفن كذا كذا، يعني من المواصفات العالميه كلها هي متفهمه كومباتبل مع الايزو كذا كذا انسي ولا البريتش ستاندرد. خلصنا من دي يا جماعه، نيجي بقى مع بعض بالراحه كده عشان نخلص. التولرنس بوزيشن هي لها بوزيشن، امال ايه؟ كل حاجه لها بوزيشن. التولرنس زي الجرام بيحدد لي التولرنس مكانها فين؟ من الفاندمنتال ديفيجن. This position is allowed. Fundamental division and is indicated by a letter. A capital letter قلنا للصامولة والسمول لتر اللي بتاع ده طبعا الانترنال ثريد اهو الصامولة. الجي كاب قلنا اتنين وانا لسه موريك الوقت الرسمي. ان الصامولة لها اتش كابيتال وجي كابيتال اهي في تيبل 7. المسمار 4 اي اف جي اتش اتكلمت قبل كده مش هعيدها تاني في التيبل اللي قبل كده لما جاء قلت لك عايز تشتغل بايه تثبت دي وتاخد اي حاجه ادي 4 هنا 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 عايز تشتغل مع دي تاخد الجي مع الاي سمول مع الاف مع ادي لك كل تيجي بقى للديزاينيشن دي اللي تهمك كمهندس اللي بيتكتب على الرسم. A designation of tolerance grade خلاص tolerance position and the tolerance class. tolerance class انتوا عارفين ايه tolerance class ايه؟ هو مثل واحد فيكم يقول لك قول لي يا باشمهندس what is the difference between tolerance grade and tolerance class. tolerance position انت عارفه على tolerance zone مكانه فين؟ اللي قلناه 100 مره tolerance grade ده رقم الاي تي كذا 6 5 4 17 لغايه 18. التولرنس جريد لازم يكون رمز جنبيه رقم زي اللي هناك اه بس معكوسه بقى. اصحى معايا شوف بقى واقف بقى كان هناك يقول لك جي 4 ولا حاجه هنا لا كاتب لك الاي تي اللي هي الرتبه قبل الرمز اهي وده الفرق عشان يفرق بين الاثنين اهي ده الهول اهي او الصامونه الرتبه التجاوز 5 5 اتش مع بعض الاثنين كده بيقولوا عليها تورنس كلاس خلاص يبقى دي التورنس كلاس 5 اتش هي التولرنس كلاس. ليه؟ هنا للجلب للصامولة سوري هنا ليه للمسمار 4 جي خلاص ومعروف الجي اللي هي منطقة تجاوز الجي بتاعت المسمار ودي بتاعت الصامولة الاتش اللي هي راكبة على الخط زي الاتش بتاعت الهول العادية. To designate the tolerance class the grade and the position of the pitch diameter is shown first.
خد بالك بقى من الحته دي، انت عايز عندك بعدين، عندك صاموله وعندك مسمار، فعايز يعمل على الرسم بقى يحط ايه شاور كده، يقول لك الصاموله دي الحاجات دي، روح حاطط لك رسامين جنب بعض كده A5H و6H وهنا 4G 6G، ايه دي بقى؟ وبقولها لك عشان قبل ما نقرا انجليزي وتقول انا مش فاهم انجليزي والكلام ده، دايما يحط الاهم حاجه، يقول ايه البيتش دايمتر ده ليه للصامولة، وده ايه المينور دايمتر للصامولة للمسمار، نفس السيمبل اللي فيه اهو، ادي الاي تي بتاعت المسمار ليه للبيتش دايمتر، والجي منطقه تجاوزه، السته دي الاي تي بتاعت ايه؟ ايه رتبه التجاوز للميجر دايمتر بقولها بالراحه للمسمار، هو نفس الكلام اهو، بوزيشن از 4G اور كذا كذا تو ديزاين ذا تولرنس كلاس ذا جريد اند بوزيشن اوف ذا بيتش دايمتر ان شون ذا في الاخر، اهو البيتش دايمتر از شون فيرست، يبقى البيتش دايمتر ايه؟ ببينه الاول، يعني هو ده الاول؟ اه ده البيتش، وبعدين اللي بعد ايه؟ وبعد ايه بقى اذا كان الصاموله يبقى الميجر، اذا كان وبعدين فولد باي ذا فور ميجر دايمتر ان ذا كيس الميجر دايمتر في كيس اكسترنال مسمار على الخارج. طب لو الصاموله الانر، اه يبقى ده الانر السمبل افكتيف الانر، هنا السمبل افكتيف الميجر، انا قلتها 20 مره وانتوا حرين. طب اذا كان على الرسم الرقمين زي بعض، هنا زي دي كده وهنا هنا، هيقعد يكرر يقول لك لا ممكن اعملها كده، ولو اتعملت كده تعرف ان الاثنين زي بعض، برضه يقول لك 4G ويكتب لك 4G جنبها، قال لك لا تبقى فاهم لان دي قواعد متفق عليها عالميا. اهو بقول لك اهو it is not necessary to repeat a symbol just for G alone stand for D، بعملها بدل دي ونفس العمليه اكتب 5H كابتن alone stand for D. خلاص يا جماعه اظن ده كله واضح لا توجد فيه. تيجي بقى الاكزامبل اللي بيبقى موجوده، انت تعمل ايه؟ جالك اكزامبل زي ده وحاجه في امتحان ويقول لي اقول لك وضح لي دي ولا ايه دي معناها ولا الكلام ده، او على رسم، او انت رايح مصنع بعد بيت مهندس الدنيا ورايح ولابس وعامل لي فيها مهندس وراح جايب لك حاجه زي دي ويقول لي يا باش مهندس الرسم موجود عليه، مش هقول لي على مسمار كده ولا حاجه، هنا ايه؟ هنا البولطه يعني اكسترنال البولت ثريد، او كاتبها لك كده، كاتب ام 10 شرطه 6G، ايه دي؟ يعني انتوا خدتوا تصميم وفي سنه ثالثه يعني قربتوا تخلصوا ما عادش لكم الا ثلاثه ترم وتبقوا منسنه الدنيا. خلاص؟ ما حطيش البيتش؟ ما حطيش البيتش. الام ده متريك سيستم على طول، ام يعني متريك، ما احنا شغالين متريك دلوقتي. خلاص؟ ال 10 بدل المسمار يبقى ده الميجر دايمتر. ماشي؟ طيب الدايمتر ان كورس اسرد ثريد 10 مللي نومينال دايمتر ان كورس ثريد، لو ما كتبش ليك البيتش اما تيجي قصاد البيتش اوريك الجداول في فاين بيتش نفس القيمه يعني نفس عند نفس الدايمتر، ويقول لك ميديوم وفاين هيجي اللي ما كتبهاش يبقى كورس على طول، بتاخدها من الجداول كورس ثريد خلاص، السيريز بتاعت الثريد هتبقى كورس اللي هي البيتش هتلاقيها كبيره شويه، هنا بدال 6G معناها ايه؟ مش هقول لك عليها تحت اهو، خد لك خط اهو ماشي كده، التولرنس فور بيتش اند ميجر دايمتر از ذا سيم، ما انا لسه قايلها دلوقتي حالا بدل ما اتكررتش هي اتكررت، هنا معنى 6 رتبه التجاوز وجي منطقه التجاوز جي للعمود اسمه الليترز اهي، ما اتكررهاش تاني يبقى للاثنين السيمبل افكت دايمتر والميجر دايمتر. ادالك مثال تاني للثريد برضه نفس القطر هو 10 ملم النومينال سايز ام 10 بس راح مديك البيتش خلاص، لا تقول لي بقى كورس ولا ميديوم، وقال لك البيتش حدال، وقال لك هنا وادي السمبل افكتيف دامتر اهو الكلاس التولرنس بتاعته 5 رتبه التجاوز ومنطقه التجاوز دي والميجر دامتر ده، يبقى خلاص يبقى هنا الدامتر بالنسبه لهنا هو قال لك التولرنس كلاس فور بيتش دامتر، واللي بعديها تولرنس كلاس فور موجز، اظن دي بتطبق على الكلام اللي انا قلته من ساعه ما قعدت، كل الكلام ده واضح لا توجد مشكله عندنا. النط نفس الكلام، خلاص يا جماعه النط نفس الكلام اهو، الثريد اوف 10 مللي نومينال دايمتر
وفي الحاله دي النومينال دايمتر سواء للصامولة او للسمار يا جماعه بيتكتب الميجر دايمتر ليه؟ بيمشي على الاثنين في الحاله دي ماشي. لكن دي اللي هتبقى للميجر للمينور دايمتر وللسمبل افكت خلاص. ده 6 اتش دي للصامولة بدل ما تكررش الرقم يبقى الاثنين زي بعض سواء كان السمبل افكت دايمتر او المينور دايمتر او كاتبها يعني. 4 بيتش ان مينور دايمتر، انا ما جبتش حاجه من عندي. مين هنا كان ميجر دايمتر، هنا مينور دايمتر. خلاص خلصنا من الكلام ده. هيخش لك على التيبل بقى اللي احنا قلنا عليها، التيبل ايه؟ مش هضيع وقت فيها كتير لان دي انا لا هسالك تعمل لي تورن زون، لكن هتبص نفس الكلام لو انت عشان بعد كده لما تكبر تبقى فاهم. هو حاطط لك البيتش هنا. خلاص؟ وحاطط لك الانترنال سيرد اللي هي الصامولة، ودي كابتل 2 ودي كابتل 1، وانت عارف دي كابتل 2 اللي هي ودي 1 اللي هي، ومنها قد كده، خلاص؟ هنا المسمار اكسن الرموز سمول دي، خلاص؟ ودي 2 اهي. ماشي يا جماعه؟ لما اتكلمنا على النظام الدولي قلنا بالنسبه للصاموله واخده منطقتين تجاوز، يا اما اتش يا اما جي، والاتش كلنا عارفين الفندمنتال ديفيجن تي 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 0 0 كله. هنا بقى بالنسبه للجي بتبقى منها فوق الخط بتبقى زائد 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 اللي هي ايه؟ التجاوز اللي هي موجود كله، خلاص؟ العمود الايه؟ تحت كل خط تلاقي ناقص 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 ناقص، خلاص؟ تحت الخط كله بناقص. الاتش سمول عشان راكبه الاتش كابيتال فوق الخط ودي راكبه لا لاس الفا زيرو زيرو. اذا نفس الكلام اللي هناك جدول لا يعني لا لا اطلب يعني مش هقول لك ارسم لي بقى تولن زون ديجرام ليه؟ لانك مش هتصمم، لان الالوزات يا جماعه برضه لها محددات قياس وتصميم محددات قياس، بس احنا نضيع السنه ولا سنتين على من الكلام ده. لكن بنفس المنوال اللي انا اديته لك انزل قاعده فرشه كبيره انا بقول لك اهو الفور انتنال سكس اهي الايزو اهي، وكل ايزو هتلاقي فيها بالتفصيل 6 9 دي لو رجعت لها هتلاقي الكلام ده جداول كثيره جدا، خلاص؟ وتصميم بقى لايه؟ انا دلوقتي بتكلم على المسمار انتجو تجاوز. طب لو انت عايز تصمم محدد قياس في محددات ايوه محدد قياس كده يخش لو كان صاموله برضو فيه هتلاقي كده زي البلاك جيج عندنا هتلاقي بس عباره عن الوز ويخش ولا جو ونو جو نفس الكلام. خلاص يا جماعه ارجو ان الكلام ده تبقى شطار بقى كده. والرينج جيج برضو هتلاقي صاموله زي الرينج جيج اللي عندنا بس هي تبقى حاجه غاليه جدا ومكتوب عليها نفس الكلام الموجود على الرينج جيج بتاع العمود العادي. ارجو ان الكلام ده يبقى واضح. يبقى اذا انا مش عن ايه مش هدق معاكم في هنا بديك البيتش وبدي لك المناطق التجاوز دي الجلبه اهي او سوري الصاموله هنا اهي الرمزين وادي الاربعه وخلصنا من هذا الكلام. وبعد كده برده الجداول نفس الكلام تيبل اوف تولرنس سويتش اوف بيتش كذا كذا التولرنس سويتش البيتش دايمتر التجاوز اللي على ايه البيتش دايمتر ونفس الكلام اهي بس ده مدي لك عند الرتبه ومدي لك هنا ايه اوفر من كذا لكذا من كذا لكذا تبع ليه تبع البيتش بتاعتنا. البيتش هي ده اللي مقسمها لك الكورس اهي كنت بكلمك على القطر بتاعنا او حاجه القطر ده من كذا كذا بيبدا البيتش اهي اللي هي الفاين وبعدين ميديم وبعدين الكورس اهي اللي لما ما اعطاهاش لك في المثال اللي انا قعدت قبل كده قلت لك خده الكورس على طول الدايمتر بتاعك موجود اهو هيبقى محصول لو هو محصول بين هنا وهنا او هنا وهنا بيدي لك الثلاثه اللي هم لان انت عندك رتب التجاوز او اللي بالنسبه للبيتش يا اما فاين يا ميديم يا كورس. احنا جاب لك مثال مره على الكورس ومره على الفاين لازم يديها لك اديها لك 2 من 10 مره ومره ما اديهاش لك تاخدها 3 من 10 قبل كده. بالنسبه للبيتش دايمتر اوف انترنال رتب التجاوز اللي بتاخدها بتبدا من تي 4 تي 5 تي 6 7 8. طب بالنسبه للدايمتر اللي هو الاكسترنال المسمار ب 3 التشغيل المسامير بقى اللي هي محتاجه دقه عاليه جدا الحاجات الاجهزه اللي بتركب في الاجهزه وتي 4 لغايه ده الخارجي بيبدا من 3 رتب اعلى لان التشغيل الخارجي اسهل هنا بدا من 4 والكلام ده قلت لك في الامثله العاديه لما قلت لك دايما التشغيل الخارجي اسهل اتحكم فيه وارخص في التكلفه عن الكوست بتاع اي حاجه انترنت. خلصنا من الجداول دي كل الكلام ده اهو الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليها تيبل شونج كذا كذا اللي انا قلت لك الكلاس بتاعت الاي فاين ميديم تبع براف خلاص اللي بالنسبه للجي
والاتش ده الفيميل. الصامولة الجي كابتن، الاتش كابتن. الصامولة صغيرة، طولها ايه؟ صغير ومتوسط طويلة الى اخره. خلاص، اذا كنت عايز تشغل على الفايند يمك هنا اولا بالنسبة لدي مفيش حاجة، جاء بدأ من هي من يمكن من الاتش، يعني مع الجي مفيش، كله مع الاتش اهي 4 5 6. لو لونج بنبقى التولرانس كلاس 6 اتش، هنا 5 اتش 4، لو صغيره 4 اتش سهل. الميديم زي ما انت شايف كده، واللي عندها خط ده يعني ريكومندد، يقول لك اشتغل دايما على 6 اتش، يعني بتبقى معقوله بالنسبه للوضع ده. التانيين انت حر بقى، المهندس التصميم هو اللي يختار. وهي ريكومندد دي، والالوان الحمراء يمكن ريكومندد عن الحاجات السوداء، وهكذا بالنسبه للمسمار. هنا الميلم، هنا كانت الصاموله، هنا المسمار نفس الكلام. فاي ميديوم راف، تولرانس بوزيشن، تولرانس بوزيشن، تولرانس، وهكذا. هنا اذا كان شورت نورمال، لونج شورت نورمال لونج. هنا بالنسبه للاي هم عندنا اربعه بالنسبه للمسمار، اي اف جي اتش سمول، كل مسمار. اذا كل دي بس انا مش هشغلك في هذا الكلام ليه؟ انا بقول لك تعرفه عشان ما تبقى مهندس، تبقى ناجح وعارف الكلام ده، شفته قبل كده. في فرق بين حاجه شفتها قبل كده وفي حاجه عمرك ما سمعت عليها قبل كده. ارجو ان الكلام ده يبقى واضح. نفس الكلام هنا اهو. تيبل ريليتنج فاندمنتال ديفيجن، اي اي واي اس، الابر واللور والكلام ده. اللي اول ما تبص على طول ده ايه؟ الفيميل اللي ايه؟ صامولا ولا ايه؟ ده دي كابتل اهي. ليه؟ سواء القطر اللي هو ايه؟ الفيميل قلنا يهمنا ايه؟ السمبل افكتيف دايمتر و ايه؟ المينور دايمتر، مولاتنا المينور دايمتر. الرتب التجاوز اللي هي بتاعتنا ايه؟ الجي والاتش، الاتش كلنا عارفين انها بالزيرو، فاندمنتال ديفيجن، ما هي فاندمنتال ديفيجن. الابر واللو الفاندمنتال ديفيجن اهي. بالنسبه لدي فاندمنتال ديفيجن لفوق، فالجي كابتل فوق الخط ومرسومه قبل كده معاك. وهتشوف ارجع كده الرسمه هتلاقيها. تيجي بقى للاي كله تحت. في حاجه لا 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 البيتش دي بالنسبه للمسامير الصغيره زي ما انت شايف لغايه 0.3 مفيش، ما بنستخدمش اف خالص. الحاجات الصغيره بنستخدم يا اما الجي خلاص، الاتش برضو 0.0.0 لانها راكبه على الخط بس من تحت. هنا الجي من بالناقص ناقص، يعني انت خلاص فهمت يعني ايه بالناقص ويعني بالزائد. ها؟ ومن الرسومات اللي فاتت لو انا رجعت لها بسرعه كده هقول لك اهي. زيرو فاندمنتال، هنا دي بالزائد لما كان بيتكلم على الجي كابتل، زيرو اتش اهي اسمول اهي زيرو، هنا ناقص، كل ده ايه؟ ناقص، ودول رمزين مع بعض ليه؟ يبقى اذا الكلام ده موجود قبل كده، انا ما جبتش حاجه من عندي. ارجو ان الكلام ده يا جماعه عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده، لان احنا يعني حرام. لا. وبعد كده تورنس ويتش، كل الكلام ده هتقراه، مدي لك امثله لو انت عايز بقى فاضي يعني عندك كده وقت او تحتاج للكلام ده. مدي لك اهو، جالك على الرسم ده ام 30، ده اللي بيجي على الرسم ام 30 في 3.5 في شرطه كده 6 جي، او ام مثال تاني ام 12 في 1.25 4 اتش. طيب الاول ما تبص ليه الجي ده سمول، دي بتاعت صامولة ولا مسمار؟ ها؟ ده مسمار اتش سمول، يقول لك ده مسمار خلاص. جي سمول برضو مسمار، هو بيدي لك مثال يقول لك طيب ادالك ام كابتل، يعني ايه ام كابتل؟ يعني متريك سيستم 30 ايه الميجر دامتر. طيب 3.5 البيتش، 6 جي التولرانس كلاس، 6 التولرانس جريد، كل حاجه وهكذا وانت ماشي خلاص. اهو كاتب لك حتى هنا اهو الميل للشافطه، ميل ثريد. عشان كده ادالك كله دي جي سمول، اتش سمول، اي سمول، جي سمول، وادي الروت بالتجاوز 4، رتبة تجاوز 6. طيب وكاتب لك هنا تقرا كده اهو الدايمتر والميد دايمتر بالاكزامبل 30. طب البيتش كام؟ اهو تعالى كده اهو البيتش، البيزك دايمتر كام؟ هتحسبه انت عادي. البيزك مينور دايمتر، كل ده تقدر تحسبه من المعادلات. ليه؟ لان في علاقه اهي. بص كده المعادله دي اهي، دي 2 بيساوي دي الميجر دايمتر 30، ويمكن الدكتوره فاطمه قالت لك المعادلات دي ناقص 0.6895 مش عارف بي، دي البي البيتش، يبقى هتقول الدي اللي هي ال 30 ناقص القيمه ده هيطلع لك الدي 2 على طول، وهكذا هنا وهكذا. المعادله دي نفس الكلام يا جماعه، في معادلات لازم ترجع لها ده. ف
فانا مش هطلب منك غير انك انت بعد كده وانت فاضي، انا مش هطلب منك الكلام ده، لكن بقول لك اتفرج عليه كاكزامبل ينفعك بعد كده للمستقبل بتاعك. خلاص وبكده يبقى انا خلصت التجاوزات اللي على الاسكروسريت. ناقص بقى البيننج، هتكلم فيه النومه الجايه وهراجع لكم على شويه حاجات كده عشان ما عادش قدامنا غير الاختبار الستاتيك تيست لمكانات التشغيل، ودي فيها كلام الاسبوع اللي جاي واللي بعده واللي بعده، يمكن ثلاث اربع محاضرات ما اعرفش نخلص امتى ونخلص. لكن لسه البيننج هنتكلم على راديال انترنال كليرنس اوف دوب، يعني هو عليها تجاوزات، ما كل حاجه عليها تجاوزات. ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده المحاضره اللي جايه. يبقى دي المحاضره رقم 10، ويبقى المحاضره اللي جايه 11. واشوفكم على خير دايما، وشكرا، بارك الله فيكم.